يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الخيوط التي يعلقها بعض الناس على سياراتهم، الخيوط التي يعلقها بعض الناس على سياراتهم ويعتقدون أنها لدفع الضر عنهم، هل يعتبر فعلهم هذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ وهل ينكر إذا اعتقدوا فيها أنها تدفع الشر فهو من الشرك الأكبر، أما إذا اعتقدوا أنها سبب، مجرد سبب لدفع الشر، فهذا من الشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الأكبر. قد صدر من اللجنة الدائمة فتاوى بمنع هذا، وأرسلت إلى المرور وإلى الداخلية لمنع هذه الأشياء على السيارات، ومنعت والحمد لله، لكن قد يتسرب شيء يغفل عنه، فالواجب على من رأى شيئا من هذا أن يبلغ عنه الهيئات رجال الحسبة. نعم.